بتقول كمان الأستاذة فاتن إنها سمعت أو قيل لها إن هي لو قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة في الصلاة تبطل الصلاة. لا، بس الاستعاذة قبل القراية في الصلاة الأصل إنها تكون الإنسان يسر بيها، فبتقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سرك وتبدأي في قراءة القرآن، لا يستحب الجهر بيها، فتسري وبعدين تبدأي ولا تبطل بها الصلاة. بالنسبة لقراءة سورة الكافرون، وإن حضرتك مش متمكنة من إخراج حرف الدال، حضرتك قرأتي بفضل الله أمام الجميع سورة المقطع اللي حضرتك شايفة إنك مش بتقريه منضبط، قرأتيه منضبط جدا وظهر حرف الدال بوضوح. وإذا كان هناك حرف صعب علي إن أنا أقرأه أتعلمه، أشوف حد أتعلم على إيديه وأستمع كثيرا إلى القرآن الكريم، مش هقول أنا هترك سورة الكافرون ومش هصلي بيها لأن فيها دال، ما هيصادفك حرف الدال في كثير من الآيات، هتعملي إيه؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدي الدالات أهي، هتعملي فيها إيه؟ ما لازم تتدربي عليها لو أنت شايفة أن هناك ضعف في مخرج الحرف عندك، لكن مش أسقط الصورة من حساباتي لأن أنا بتدرب على الحرف هنا، هقدر إن شاء الله أقرأه في سائر القرآن الكريم لأنه الحرف في نظيره كمثله. تمام؟